دخل وزراء حكومة العهد الجديد للمرة الأولى المجلس النيابي مدركين سلفاً أن حكومتهم ستحصل على ثقة بأصوات قد تلامس 110 أصوات من أصل 126. فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثروتنا. إن الحكومة انطلاقا من احترامها قرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان. ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. فلا مفاجآت في اليوم الأول من جلسات مناقشة البيان الوزاري، إلى أن حصلت مشادة كلامية بين أعضاء التكتل الواحد سابقاً خالد ظاهر ورياض رحال. شو بك يا رياض؟ كفتي شو منعجبك يا رياض؟ لأنه هيتك زعلان ما عملت وزير خرجانة على دفة خرمة. لا يا رياض، واحد مثلك الوزير، الوزير بيعمل خدمات، الحكومة بتعمل خدمات، أنا أكبر من وزير وأكبر منك كمان. بليز أنت عم تكرس كمان وزير يشتغل واحد مثلك. اسكت لحظة يا رياض، أنت ما لك قليل أدب وقليل أخلاق كمان. ما لك حق بتسكر تمك. بتسكر تمك على الآخر. واحد مثلك مدفوش ما بيطلع له يحكي معي يا خالد. قال له يا دكتور اسكت. تشطب هذه، تشطب هذه حالك محتل المجلس. ما بتشرفني وزارات مثل وزاراتك انت. تشطب العبارة هيدي، بتشطب العبارة. لا صحيح خرفان. خلي كفك معي يا دكتور الرئيس، واحد هذا خرفان ما بيعرف شيء. يحكي خلص سكت. خرب بيتك شو اهبل. جلسة نيل الحكومة الثقة انطلقت باللا ثقة بين الكتل، فبعدما اتفقت الكتل على انتداب نائب متحدث واحد باسمها بغية اختصار الوقت والكلام، سقط الاتفاق، فتوالى النواب على الكلام وإن بوتيرة أخف عن المرات السابقة، فكان تركيز المتحدثين على بند المقاومة في البيان الذي يذكر حق المواطن بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كما تم التركيز على الأمور المعيشية. كل ما نأمله من هذه الحكومة أن تكون وفية وملتزمة ببيانها الوزاري. وماذا لو اعتبر البعض بالمجتمع المدني أو أفراد إنه الهدر يمس بالسيادة؟ نعمل مؤسسات جبائية مستقلة تنحافظ على سيادتنا الاقتصادية ونمنع الهدر بالمال العام؟ تشير المعلومات إلى أن عدد المتحدثين لن يرتفع، وبالتالي لن يكون هناك جدوى لجلسة مسائية الأربعاء ولا جلسة يوم الخميس، فيتم منح الثقة لتبدأ الحكومة جلساتها الأولى مع بداية السنة الجديدة. من المجلس النيابي، رشا الكرم، قناة الجديد.